ازاي؟ بيعرف يعاقبهم، وكانها رساله ان هم ما يدخلوش عليه بقسوه تاني مستقبلا. توتي اللي كان وهو صغير عايز يطلع عامل في شيشه البترول او عامل بنزينه، يعني يمون العربيات بالبنزين، لانه شاف وهو صغير عامل البنزين بيحط كتير 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 كتير. هدف اول، نعم 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 نعم، اول اهداف اللقاء، اول اهداف اللقاء عملوها خلصوها، وباقدام لونيتش سجلوها، سجل ونجح فريق لاتسيو في التقدم والتحول والكرات العرضيه المؤثره جدا جدا جدا. قلت لكم فريق رائع، فريق بارع، ناحيه اليمين فاتحين شارع، ويحذر الباب اللي ليه مفاتيح كتير، والمهاجم الالباني وكل جماهير لاتسيو سعيده بهدف التقدم، لما لا؟ هجمه من اليمين والتكمله من الشمال. بصوا شوف كاندريفا بيعمل ايه، حاول حارس المرمى لوبونت، لكن التواصل الجميل جدا 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 من لوليتش الجناح الايسر يتقدم باول اهداف اللقاء. رائع بارع، ناحيه اليمين فتح شارع، واي شارع؟ شارع باسم كاندريفا. وفي الناحيه العكسيه كان لوليتش على موعد مع اول اهداف.